التنمية الاجتماعية والتي تسعى إلى تثمين العمل الجمعوي وتسليط الضوء على العمل الجبار. كوثر فايل كتيبة العامة ديال الجمعية المغربية للتنمية الاجتماعية، في هذه الندوة الصحفية تم إعلان على إطلاق الفغس اللي هو لو بروميي فوروم دو لاكسيون سوسيال أو أول منتدى للعمل الاجتماعي في المغرب. كنعرفوا جميعا أن العمل الاجتماعي قطع أشواط مهمة في المغرب، وحنا جينا اليوم باش نشكروا هاد الناس اللي عملوا في عمل اجتماعي، سواء جمعيات يعني جمعيات أو منظمات دولية اللي كتشتغل بالمغرب، مؤسسات حكومية ومؤسسات منتخبة، وأيضا لي سونتربريز سيتويان على العمل اللي كتقوم فيه بالعمل الجمعوي. خالد بن منصور تمثل كفاعل جمعوي وايضا من اللجنه المنظمه لفوراس لو فوغاس، ايضا هو المناسبه لتكوين كوموند كيف تنقولوا بالفرنسيه او بالهذا لو نيتوركينغ، يعني بالانجليزيه لو نيتوركينغ، التشابكيه. فهذه فرصه للفاعلين بيناتهم يمكن يتلاحموا في اطار اوراش عمل باش يعملوا تصور استراتيجي لعمل استراتيجي عن يعني في على المدى القريب وخصوصا المتوسط والبعيد من اجل التنميه البشريه، وهذا من الاهميه بمكان. استاذ جمال الكافي استاذ جامعي وعضو من هذه الجمعيه لاماديس، وحنا اليوم ان شاء الله في هذا الملتقى غنحاولوا نشاركوا الصحفيين وبعض الشركاء الاهداف ديال الجمعيه ديالنا والاهداف ديال هذا الملتقى اللي باغي ننظموا في شهر شتنبير ان شاء الله، والمعطيات اللي عندنا لحد الان، ومنهم خصيصا واحد لونكيت كنا درناها من جهه ديال واحد 350 جمعيه في هذا الميدان ديال السوسيال.